خير وصحة وسعادة إن شاء الله. هنكون النهاردة مع بعض في حل إجزام على الجبر. يلا مع بعض نشوف الامتحان. أول question عندنا بيقول لي choose the correct answer. The smallest prime number is. عارفين prime number بيكون لها two factors. The number and the number one. عندنا البرايم نمبر اللي هي عبارة عن التو والثري والفايف، بعد الفايف في سيفن، وبعد السيفن في إليفن إتسترا. يبقى ذا سمولست برايم نمبر إز تو، يبقى ذا رايت أنسر إز تو. واي؟ بيكوز تو هاز تو أونلي فاكتورز اللي هي الوان والتو. Number two, if the mode of the set of value 4 to 11 or 8 to x is 4, then x equal. احنا عارفين المود عبارة عن the most common number in repeating. The most repeated number. يبقى انا عاوز ان number اللي هو repeated is 4. طب احنا عندنا ال 4 وعندنا 2x، يبقى لازم 2x equal 4. لو احنا عملنا equation يبقى 2x equal 4 divided by 2 then x equal 2. نعمل هنا divided by 2 divided by 2 then x equal 2. يبقى the right answer is A. If the ordered pair 2 or 5 satisfies the relation 3x plus y equals c زين الـ C equal، يبقى هو عاوز الـ value بتاع الـ C. طب أنا عندي هنا given إن الـ 2 والـ 5 satisfy the relation. طب الـ 2 اللي هي X والـ 5 اللي هي الـ Y، أنا هعمل substitute فين؟ في relation. يبقى هنقول 3X يعني 3 times 2 plus Y equal 5، هي دي عبارة عن الـ value بتاع الـ C. 3 times 2 equal 6 plus 5 equal 11. Then C equal 11. The right answer is C. Number 4. The solution set of the equation x power 2 plus 9 equal 0 and R. خلي بالك ما تستعجلش. لأن هنا بيقول لي x power 2 plus 9. أنا عاوز أعمل solve the equation. أنا هاخد الـ equation اللي هي x power 2 equal وهاخد ال 9 دي واحولها رايت هاند سايد ونغير الساين بتاعتها يبقى نيجاتيف 9. ناخد السكوير روت ذن الاكس ايكوال بوزيتيف نيجاتيف روت نيجاتيف 9. طب هل في روت لنيجاتيف 9؟ اه طبعا، يبقى ده ريفيوز. يبقى معنى كده ان there is no solution in R of the equation x power 2 plus 9, then the set of solution equal 5. Because there is no root of the negative number في equation 7. Number 5. The lower limit of a set is 4 and the upper limit is 8. Then its center. احنا عارفين ازاي بنجيب center of the set. بنعمل add the lower limit plus the upper limit divided by 2. Then the center equal هنعمل add the 4 plus the 8 divided by 2. يعني equal 12 divided by 2 equal 6. Then the right answer is 6. Number 3, number 6. 4.274 approximately equal to the nearest tenth. هنا النيرست تنث اللي هي ال 2. طيب اللي بعد ال 2 هنا عباره عن ايه؟ عباره عن 7، وال 7 دي ممكن اعملها ابروكسيميت 1 على ال 2 يبقى 4.3، يبقى 4.3 دي ابروكسيميت تو ذا نيرست تنث. اذا احنا شايفين كده بالنسبه للتشوز لازم يكون عندنا ستيب اور مور ستيب عشان انا ابتدي احدد الرايت انسر. ما ينفعش ان انا احدد الرايت انسر على طول. طب نمبر 1 دي معروفه. The smallest prime number is 2.
مش محتاجه. طب هنا في المود انا عارف المود ذا لوست ريليتد فاليو، انا عارف المود 4 يبقى فين 2 اكس ايكوال 4 بدي ستيب ديفايد باي 2 اكس ايكوال 2. هنا 2 5 ساتسفاي فاليديشن، انا هعمل سبستيتيوت، يبقى ما ينفعش ان انا اعملها ذهنيا، لازم انا اعمل ستيب ان احنا نعمل سبستيتيوت في فاليديشن عن ال x equal 2 وال y equal 5، اعمل سبستيتيوت يطلع معايا الفاليو بتاع x. The solution set of the equation x power 2 plus 9، وعاوزين نفرق هنا ما بين x power 2 plus 9 و x power 2 minus 9. لما كان minus هنا كانت هيبقى في عندنا solution، لو كانت كده x power 2 x باور 2 ماينس 9 ايكوال 0، ده الريسولوشن. ازاي؟ احنا بنحول الماينس 9 نغير الساين يبقى اكس باور 2 ايكوال 9، باخد السكوير روت يبقى اكس ايكوال بوزيتيف نيجاتيف سكوير روت ل 9 والسكوير روت ل 9 موجود اللي هي بوزيتيف نيجاتيف 3، زين ذا رايت انسر ايكوال 3 ونيجاتيف 3 اف ذا ايكويشن عباره عن اكس باور 2 ماينس، لكن هنا بلس. طب لو كانت بلس بنعمل ايه؟ بناخد ال 9 نحولها ونغير الساين بتاعتها يبقى نيجاتيف. طب لما نيجي ناخد السكوير روت نيجاتيف 9، هل في سكوير روت نيجاتيف 9؟ يبقى دي ريفيوز، يبقى معنى كده ايه؟ يعني كده ان there is no solution of this equation in R that the set of solution equal 5. هنا بيستني على السنتر اوف ذا سيت، السنتر اوف ذا سيت ايكوال the lower limit plus the upper limit divided by 2. نيجي لبوزيشن نمبر 2 كومبليت. The closed interval 2 7 difference the set 2 و 7. يعني احنا هنعمل ايه؟ difference يعني ال اللي موجوده في الاولى مش موجوده في الثانيه. طيب هنا ال 2 و 7 هم still the closed interval. انا عاوز اشيلهم، طب لما نشيلهم هيبقى ايه؟ هيبقى عباره عن open interval بين 2 و 7، يبقى انا عندي هنا 2 و 7 open interval. The coefficient of the algebraic term 5a power 3 b power 2 is، هو عاوز الكوفيشن، الكوفيشن هو النمبر اللي قدام الفاليبلز. طب انا عندي الفاليبلز a power 3 و b power 2، النمبر اللي موجود عندنا هنا ال 5، يبقى الكوفيشن بتاعتنا equal 5. طب لو قال لي ديجري، الديجري بنعمل اد للباور بتاع ال a وال b، يبقى 3 plus 2 equal 5، يبقى الباور بره هيكون ال 5 اللي هو الديجري. The mean of the values 3 و 5 و 7 و 4 و 1، هو عاوز المين، احنا عارفين المين. بنعمل ايه عشان نجيب المين؟ بنعمل اد للفاليو 3 بلس 5 بلس 7 بلس 4 بلس 1 اوفر ذا نمبر اوف ذيس فاليو. طب احنا عندنا نمبر اوف فاليو 1 2 3 4 5 يبقى اوفر 5 ايكوال 3 بلس 5 ايكوال 8 8 بلس 5 ايكوال 15 15 بلس 5 equal 20, 20 over 5 equal 4, then the mean equal 4. The slope of any line parallel to y axis. احنا عندنا دلوقتي السلوب. لو عندي 2 point يبقى difference of y coordinate over the difference of x coordinate. أما لو عندي slope of the x axis equal 0. The slope of the y axis undefined. طب the slope of any straight line parallel to x axis equal 0 and the slope of any line parallel to y axis is undefined. The correct answer undefined. The median of the value. عشان نجيب median لازم نعمل ascending او descending the value type. طيب ال value type عباره عن ايه؟ ال 2 وال 9 وال 6 وال 7 وال 3 نعملهم ascending، يبقى 2 وبعدين 3 وبعدين 6 وبعدين 7 وبعدين 9. The number of value 1 2 3 4 5.
فين الميديان؟ الاوردر بتاع الميديان ايكوال 5 اللي هو the number of the value plus 1 over 2 يعني ايكوال 3. Then the median هو 3 من ال left او 3 من ال right. 1 2 3 يبقى هو ده عباره عن الميديان. Then the median equal ايه؟ equals. يبقى عشان اجيب الميديان لازم اعمل ascending للفاليو او descending. طيب ازاي نعرف الميديان؟ اجيب الاوردر بتاعته يعني هو فين بالظبط. هنا if the number of value are even then the order اخد 5 plus 1 over 2 equal 3. يبقى الاوردر بتاع الميديان هو 3 من الليفت او 3 من الرايت. question number 3 simplify to the sentence 4. بيديني هنا root 27 minus root 12 plus root 300 ولازم يكون فيها steps. طيب انا عندي ده square root يبقى هعمل simplify للروت الاول 27 انا عارف ان هي عباره عن 9 تايم 3 ماينس روت 12 انا عارف ان هي عباره عن 3 تايم 4 بلس 300 انا عارف ان هي عباره عن 3 تايم 100. طب ليه اختار 3 تايم 100؟ 100 لها سكوير روت، ال 4 لها سكوير روت، ال 9 لها سكوير روت. ابتدي اشوف السكوير روت لل 9 ايكوال ايه؟ equal 3 يبقى 3 root 3 minus ال square root ل 4 equal 2 يبقى 2 root 3 very good plus square root ل 100 equal 10 root 3 then نعمل bracket هنا root 3 root 3 root 3 يبقى هاخد root 3 as a common factor. طب ايه الجاي عندي هنا؟ في عندي 3 minus 2 plus 10. 3 minus 2 equal 1. 1 plus 10 equal 11 root 3. This is the simplest form. ما حدش بقى ايه يقول لي انا اعملها على الكمبيوتر. نكتب على طول كده square root 27 minus square root 12 plus square root 300 equal. لا ما ينفعش لازم اعمل steps. طب ايه الستبس اللي انا بعملها؟ بناخد ال 27 ونشوف ال 27 نعملها سيمبليفاي ازاي؟ نجيب برودكت تو نمبرز ايكوال 27 بس يكون واحد منهم بسكوير روت يبقى 9 تايم 3 12 12 في حاجات كتير 2 تايم 6 ما ينفعش 1 تايم 12 ما ينفعش. لكن انا عاوز ايه؟ انا عاوز تو نمبر واحد منهم يكون بسكوير روت اللي هو 3 تايم 4 وبعد كده السكوير روت ال 4 معروفه السكوير روت لل 100 السكوير روت لل 9 معروفه. نمبر بي اف a ايكوال روت 5 بلس روت 3 وبي ايكوال روت 5 ماينس روت 3 مين يلاحظ هنا حاجه؟ لاحظ هنا ان ال a وال b كونجيجيت نمبرز. The first equal the first, the second equal the second. الاختلاف ما بينهم فين؟ في الساين مره بوزيتيف ومره نيجاتيف. فايند a باور 2 بلس 2ab بلس b باور 2. لو عملنا سبستيتيوت عن ال a وعملنا لها باور 2 وبعدين ال 2 وعملنا سبستيتيوت لل a وعملنا لها تايم في ال b وبعدين عملنا سبستيتيوت لل b وعملنا لها باور 2 طول جدا معانا اما نعمل ايه؟ الاكسبريشن ده انا ممكن اعمله سيمبليفاي. ايه هو السيمبليفاي بتاعه؟ الاكسبريشن ده عباره عن a بلس b هول باور 2. خدناها كده a بلس b باور 2 ايكوال a باور 2 بلس 2ab بلس b باور 2. يبقى كل اللي احنا هنعمله هنعمل ال a بلس b وبعد كده نشوف باور 2. هنقول كده ال a بلس b ايكوال ال a روت 5 بلس روت 3 بلس ال بي روت 5 ماينس روت 3 روت 3 ماينس روت 3 ايكوال 0 زين روت 5 بلس روت 5 ايكوال 2 روت 5
then A plus B all power 2 equal to root 5 power 2 equal الباور نوزعه على ال 2 وعلى ال 2 باور 2 equal 4 تايم الباور 2 هيعمل كانسل بين الروت يبقى هيديني 8 5 4 تايم 5 equal 20. بعد شويه شايفين كده عملنا سولف لل 3 كويستشن ما كانش فيهم اي صعوبه عندنا. ان شاء الله هنشوف السؤال الرابع.